الله أكبر الله أكبر. آثار القصف، قوات النظام على بلدة جزرين، رجمات صواريخ وقذائف الهاون، حيث لم يستطع طيران الحرب التحليق في سماء المدينة بسبب غزارة الأمطار. لجأت قوات النظام إلى رجمات الصواريخ وقذائف الهاون. الله أكبر. أربعين سنة عم نسفع له وحاطينه بعيوننا بثنتين، وهذا بتعه وهي رجولته، والله لو ما عندهم من الكلاب والعاطلين ما بيطلع معه هيك. اي والله يلعن أبوه بأبره، يلعن أبوه بأبره مرتين ومئة مرة. الله على هيك شغل في اللي خلفها. الله أكبر. صرنا 40 سنة عم نسفع له ومبسوطين فيه، هذا بطه بالاخير طلع معه. الله اكبر. اثار القصف بالهاون، رجمات الصواريخ على خرج السرير.